يستعرض البزاز لطفي الذي قدم من جمهورية مصر العربية منتجات بلاده من الأقمشة والألبسة داخل مهرجان الموصل للتسوق الذي فتح أبوابه أمام الموصليين على أرض جامعة الموصل بنسخته الثالثة، وكله أمل أن يجد منتج بلاده مكانا في السوق العراقية. المميز عندنا إحنا منتجاتنا تختلف عن دول العالم. عندنا تراث بالنسبة للقطنيات، القطنيات بتاعتنا معروفة يعني كلها الجودة بتاعتها عالية. أكثر من 30 شركة تمثل 8 بلدان عربية وأجنبية، إضافة إلى 25 شركة عراقية شاركت في مهرجان الموصل للتسوق. عرضت بضائعها التي تنوعت ما بين الأقمشة والتحفيات ومجسمات الأعمال الأثرية والعطور والزخارف اليدوية، بالإضافة إلى الأغذية. التعمير والتطوير في الموصل ظاهر يعني واضح، فالدول المشاركة معنا تقريبا بتزيد واحدة واحدة، بس هي طبعا حضرتك عارف بعد أزمة الكورونا وكده الأعداد بتقل شوية عشان التباعد الاجتماعي وكده. عندنا دول مشاركة، العراق طبعا أول ناس، وعندنا مصر، عندنا من الأردن، عندنا من اليمن، المغرب. بس المتبضعون من أبناء الموصل وصفوا الخطوة هذه بالإيجابية، سيما رضاهم عن أسعار البضائع المعروضة. مهرجان مميز، شفنا به أنواع البضائع من أكثر من دولة مشاركة، شفنا البضاعة السورية، المصرية، الإماراتية، العطور اليمنية. إقامة معارض تجارية في مدينة الموصل بشكل دوري يراه اقتصاديون منعطفاً هاماً لتنشيط اقتصاد المحافظة، كونه يربط مصالح التجار المحليين مع أقرانهم الأجانب. طبعاً هذا سوف ينعكس بشكل إيجابي على النشاط الاقتصادي في هذه المدينة، ويجمع بين مصالح التجار المحليين مع التجار الأجانب، وربما يكون فرصة لإقامة علاقات اقتصادية. وتستمر فعاليات مهرجان التسوق لمدة 10 أيام، وقد شهدت اهتماماً واسعاً من قبل المتسوقين منذ افتتاحه. ووجهت السلطات هنا في نينوى دعوة إلى بقية الشركات العالمية والعربية بالقدوم إلى الموصل، مطالبة الحكومة المركزية بتنشيط العمل في مشروع مطار الموصل لتسهيل وصول الوفود الاقتصادية والسياحية. هيثم أحمد الحرة، الموصل.